مرحبا بكم الناس الكل. اليوم مريم بالمامي تخرج عاصمتها وتهاجم بيا الزردي وتكشف حقائق وتهاجم سامي الفهري بعد ما علنوا على نسبة المشاهدة لقناة حوار التونسي، وبالأخص برنامج اللي بعده يعمل في نسبة مشاهدة كبيرة. إذا كنت حاب تعرف خليك معنا. كما قلنا مريم بنامي معناها هبطت ستوري على انستغرام تتهجم فيه في بيا الزردي والاعلامي سامي الفهري، وكما قالت مريم بنامي اللي يحب يتشهر معناها يسب بيا الزردي، كما اعتبرت ان سامي الفهري هو من تمسك بها واصر بقائها في الحوار التونسي ورفض انسحاب بيا الزردي لانه يدرك جيدا انها ناجحه وصريحه ومتالقه وهي اللي تجيب له في نسبه المشاهده، وكان يخفي على الجميع الشيء ذي.